لم تعد معاناة المرض هي ما تنهك أرواح المرضى في مدينة تحوط بها المآسي من كل جانب منذ تدهور الوضع المعيشي، بل بات الدواء كارثة قد تودي بحياتهم دون سابق إنذار، كون العديد من الأصناف إن لم يكن جميعها أدوية مهربة لا تحمل أي معيار من معايير السلامة وغير مطابقة للمواصفات. تشكل ظاهرة تهريب الأدوية ظاهرة خطيرة في المجتمع نتيجة الانسيابية أو الانفلات الذي تعاني منه الأجهزة المختصة الرقابية. طبعا الضعف الرقابي أدى إلى اجتياح السوق المحلية بأدوية قاتلة وخطيرة تشكل تهديدا كبيرا على المجتمع اليمني، وخصوصا على المجتمع هنا في تعز. الغياب الرقابة الدوائية غائبة بشكل كامل، والسوق مفتوح للمستوردين وللشركات وللصيدليات المحلية وللمتاجرين بكل أشكالهم للمتاجرة بهذه الأدوية القاتلة والفاسدة والمنتهية والتي ومنتهية الصلاحية للاستخدام غير الصالحة للاستخدام الآدمي. تعتبر الأدوية المهربة سبب رئيسي بوفاة الكثير من الأمراض، لأن نقلها يتم بطرق غير مشروعة وكذلك تخزينها، إذ تتحول المواد الدوائية إلى مواد سامة، وهذا يعود السبب زيادة تهرب الأدوية في بلادنا بسبب الوضع الحالي نتيجة ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية. غياب الرقابة وارتفاع أسعار أصناف الأدوية الأصلية جعلت العديد يلجؤون إلى شراء الأدوية المهربة كونها تتناسب مع دخلهم المحدود، ربما تحمل من سمية تزيد من تدهور حالة المرضى إن لم تودي بحياتهم كونها لم تخضع للرقابة وتحمل تواريخ إنتاج مجهولة نتيجة نقلها مما يسبب في فقدان خصائصها. بالنسبة للأدوية المهربة بالبداية نحن يعني ما فيش طريقة أنه حد يمنع التهريب، يعني صعبة بسبب المساحة الجغرافية الواسعة الأراضي اليمنية وخلافه، بس احنا نحذر، نكتفي بالتحذير من الدواء المهرب ونحذر المواطنين، ونتمنى ان احنا نستقبل بلاغات بخصوص الأدوية المهربة. التجاء الكثير من الأمراض المرضى إلى شراء الأدوية المهربة نتيجة عدم توفر لديهم النقود الكافية لشراء الأدوية الرسمية، والسبب في ذلك تدهور العملة المحلية أمام الدولار. الدواء المهرب فكل ما نستطيع قوله إنها مواد كيميائية مجهولة المصدر، يعني ما عاد أقدرش أطرق عليها اسم دواء، كل ما أطرق عليه اسم مواد كيميائية مجهولة المصدر لا ينتفي فقط أثرها، إن يعني ما عاد تكونش ذات فائدة علاجية فقط، بل ممكن نتحول إلى سموم وتكون ضارة بالمستخدم نفسه. فنحن نحذر من الدواء المهرب كقوانين هيئة، نحن نترف الأدوية المهربة أينما وجدت. نطالب الأجهزة المختصة برفع الوتيرة، برفع درجة الرقابة على دخول الأدوية سواء كان من المنافذ الرئيسية القادمة من عدن أو من طريق الأقروض أو عن طريق الرقابة التجارية على الصيدليات ومستوردي الأدوية والشركات الدوائية المستوردة بشكل كامل لفرض لتعزيز صحة المجتمع لحماية المجتمع من هذه المشكلة. انتشار الأدوية المهربة بشكل كبير وتعدد أصنافها وقف عائقا أمام هيئة الأدوية بسبب قلة الإمكانيات واختلاف طرق التهريب التي جعلت من الأدوية المهربة بمختلف أصنافها تتواجد في أغلب صيدليات المدينة رغم ما تحمل من خطورة على حياة المواطن.